السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزين. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب. اقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن حلويات بدون فرن، حلوى بدون فرن بأشكال متنوعة وبنكهات أيضا مختلفة، كتجي روعة وراقية في الشكل ديالها وحتى في المذاق، يعني تيجيو المذاقات رائعين جدا. نتمنى هاد الاقتراحات اللي غنقدم لكم اليوم تنال استحسانكم ورضاكم، تجربوهم في البيوت ديالكم وتاكلوهم لتحضير بصحة. هذه الحلوى غادي نحتاجو عندي 500 غرام ديال الكاوكاو، كاوكاو اللي حمرته وطحنته بهذا الشكل، خليته مهرمش رقيق كيف ممكن تسحقوه، يعني فول سوداني محمص ومطحون بهذا الشكل، ممكن يعني تسحقوه ممكن تخليه مهرمش هكذا رقيق. عندي هنا 200 غرام ديال دقيق ابيض محمص، دقيق يعني كيف كنعملوا السلو، دقيق محمر 200 غرام دقيق ابيض محمص. هنا عندي 260 غرام بسكوي مطحون، اي نوع ديال البسكوي نتوما كتفضلوا، ومن طبيعه الحال يعني البسكوي راه حتى هو ايضا تيلعب دور يعني في الطعم ديال الحلوى، يعني اي بسكوي. انا اختاريت هذا عملت هذا اللي طحنت بنكهه الكوك، تقريبا احتاجيت 6 الحبات من هاد البسكوي، هو اللي سحقت حصلت على 260 غرام ديال البسكوي مطحون. هنا عندي 5 ملاعق كبار ديال الحليب بودرة محمصة بهذا الشكل، 5 المعالق كبار ديال الحليب محمر بهذا الشكل. للخلط يعني لجمع العجين غادي نحتاجو العسل، انا عندي العسل اللي كنبقى ليا من الشباكيه غادي نخدم به. ايضا عندي شوكولات ابيض اللي ذوبته في بان ماغي مع القليل من الزيت، شوكولات يعني شوكولات عادي، شوكولات غالا هو اللي عملت. وللتزيين للنكهة غادي نعتمد على الكراميل لتنكيه هاد الحلوى ديالي. للتزيين عندي هاد العقيق يعني بالالوان اللي نتوما كتبغيو، الزنجلان. هادو هما المقادير، غادي نحضروا الحلوى ديالنا ونشوفوا المراحل الاخرى بالتدريج. هنا اعتمدت على العسل، كيف ممكن يعني تعوضوه بنيسلي او نيسلي كراميل او المربى باي نكهه، يعني اي مربى باي طيبه نتوما كتبغيو يعني ايضا يعني تصلح لهاد الحلو. في اناء غادي نخلط النواشف. اول شيء غادي ناخذ هذا الفول السوداني 500 غرام ديال الكاوكاو، 200 غرام ديال دقيق محمص، 260 غرام ديال البسكوي، ايضا غادي نضيف ليه حليب محمر 5 المعالق كبار. غادي نخلط هاد النواشف كامله يعني حتى تمتزج لينا مزيان. بعد ما خلطنا المكونات كامله غادي نحاول نقسمها على ثلاث حصص. غادي نعبر بهاد الجبانه اللي هي عندي ونعمل كل حصه في اناء. أولا الميزان أولا، يعني كتعملوا كل حصة على حدة. صافي وكنحصل على 3 حصص بهذا الشكل، باش كل حصة غادي نعملوها بنكهة وغادي نخلطوها بمكون. بالنسبة للحصة الأولى غادي نعملها بنكهة الكراميل وغادي نخلطها بالشوكولات الأبيض، غادي نعمل معها نكهة الكراميل تقريبا واحد معلقة صغيرة ديال نكهة الكراميل. وغادي نخلطها بهاد الشوكولات الأبيض باش غادي نجمع. هاد العجين ديالي يعني كتضيفوا الشوكولات حتى كتحصلوا على عجين بهذا الشكل، يعني كيتلم باليد بهذا الشكل. هنا تقريبا خدا ليا 200 غرام ديال الشوكولات الابيض، غنبدا نشكل منه كرات صغيره، كتشكلوا بالنسبه لاول شكل يعني كناخذ كرات كنمروهم في الزنجلان وكنوضعهم في هذا المول هذا ديال السيليكون، يعني كنضغطوا عليهم في هذا المول بهذا الشكل. غنبقى مستمره حتى نشكل يعني القالب كامل بهذا العقده
وندخلها للثلاجة حتى تقبط، الثلاجة غير لتحت يعني تتقبط لا فورم، ونشوفوها في طبق من هاد الحشوة. ضفت لها جوج معالق كبار ديال السمسم أو ديال الزنجلان، هنا عندي الزنجلان محمص يعني محمر صافي، غادي نشكلو منها الشكل. بالنسبة للشكل الثاني عندي ورق طهي، غادي نوضعه بهذا الشكل، غادي نوضع فيه الحشوة بعد ما لميناها. كنغطيوها بالقطعة الثانية وغادي نطلقها بالمدلك. كنرقوهاش يعني ما كنرقوهاش بزاف باش يجي صابلي شويه قابط. صافي، وغادي نقطعوه باي مرشم عندكم. انا اختاريت هذا المرشم هكذا اوفال، هو باش غادي نقطع الحلوه ديالي. صافي، وكنحيدوا هاد الجوانب وبنفس الطريقه كنعاودوا نلموهم ونطلقوهم. هذا هو السمك ديال الحلوه، يعني بنفس الطريقه كنجمعوا هاد الجوانب وكنعاودوا نلموهم ونطلقوهم بالمدلك حتى نكملوا الكميه كامله يعني بالمرشم الحلوه ديالي. يعني بعد ما قطعتها بهذا الشكل غادي نمررها في الشوكولات الاسود اللي ذوبته في حمام مريم. كنحاولوا نزولوا الفائض ديال الشوكولات وغادي نوضعها تيبس، يعني كل قطعة كتاخدوها بهذا الشكل في الفرشيط. صافي، وكتزولوا الفائض ديال الشوكولات. كتمروها توضعوها في البابيسو. بعد ما كملنا تزيين الحلوه ديالنا بالشوكولاته الاسود غادي نزينوها ايضا بخطوط من الشوكولاته الابيض بهذا الشكل. الجزء الثاني من الخليط اللي نقصنا هذا غادي نضيف ليه التمر معجون. هنا عندي العقده ديال التمر خدمها بالماء الزهار ومعلقه ديال الزبده والقليل من السمسم وواحد الراس المعلقه ديال القرفه. عندي هنا تقريبا 300 غرام ديال هاد التمر، العقده ديال التمر، وغادي نضيف العسل وبهم باش غادي نجمع هاد الحشوه الثانيه. نضيف ليها العسل تقريبا واحد جوج معالق كبار ونخلط، واذا خصنا نضيف حتى تجمع لينا العقده الثانيه. يعني ضفت لها تقريبا واحد 4 معالق ديال العسل على داك التمر يعني حتى تلمات لينا العقده بهذا الشكل. كتحصلوا على عقده ملمومه بهذا الشكل. هذه ايضا يعني تيجي مذاقها مغاير، يعني الاول نكهناها بنكهه الكراميل وهذه التمر مع داك المد الزهار والقرفه ايضا تعطيها واحد المذاق اخر، يعني تعطيها مذاق مغاير. غادي نشكلوا منهم كويرات. بهذا الشكل غادي نشكلوا منهم كويرات ونوضعهم على جنب. بالنسبه لهاد الحلوه بعد ما كورتها يعني كتمروها في داك العقيق وكنوضعوها في هاد لي كيسات بهذا الشكل. يعني كناخذوا كل كره على حده، يعني كدهنوها بالقليل بالناباج بهذا الشكل. صافي، وكنمروها في العقيق. ونوضعهم في الكيسات.
يعني كتاخدو كرة كدهنوها هكذا بالنباج، قليل من النباج يعني ما تبالغوش، ما يكونش كتير بزاف، فقط غير باش تلم لينا العقيق ونمروها في العقيق بهذا الشكل ونوضعوها في الكيسات وندوزوهم في الشكل الثاني. كيف ممكن تعملوا لهم حتى شوكولات فيرميسان، يعني حتى هو تيجي بهم جميل. بالنسبه للمتبقي من الفول السوداني والبسكويت غادي نخلطوه، غادي نجمعو بمربى المشمش، يعني كنعملوا حفره في الوسط كنوضعوا فيها المربى صافي، وكنجمعوا حتى كنحصلوا على عقده مجموعه بهذا الشكل. يعني هذه ايضا تنضيفوا لها المربى ديال المشمش حتى كنحصلوا على عقده ملمومه بهذا الشكل. ايضا هاد الكرات يعني كنكوروهم ودهنوهم ايضا دهنه خفيفه بالنباج باش يهزوا لكم الكوك، يعني باش يهزوا داك النواد كوكو بزيت صافي. وكنعملوهم في هاد القالب باش كنحصلو على، يعني بعد ما بردات كنبداو نديمو ليه فيها بهذا الشكل. صافي وغادي نبدا نزين هاد الحفر، غادي نملا هاد الحفر بالشوكولات الابيض. وهذه هي الاشكال ديالي بعد ما كملت يعني التشكيل ديالها. هذه اللي عملنا بالزنجلان على شكل زنجلانيه كتجي روعه، ايضا مذاق الكراميل وبالشوكولات. وهادو اللي عملنا هاد الكويرات اللي بالعقيق اللي عملنا بعجينه التمر تيجي ايضا مذاقهم رائع ولذيذ. وهادو اللي بمربى المشمش والنواد كوكو ايضا تيجي مذاقهم رائع وجميل. يعني اشكال بسيطه في التحضير ديالها وراقيه في المنظر ديالها ومذاقاتها كلها رائعه جدا. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم تروحكم تنال استحسانكم ورضاكم. وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساونيش بدعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.